السلام عليكم، من أكاديمية أطفال أرمثة نموذجية معكم سهلة الحمزة. وصلنا مع طالباتنا طالبات الصف السابع في مادة الرياضيات عند درس مساحة سطح المنشور والأسطوانة. تركزي معي يا أساتذة، شو يعني مساحة؟ المساحة أنا بعرف إنه المكان زي الحديقة، دائما قلت لك المساحة المكان اللي نزرع فيه. سياج الحديقة أو السور تاعها هو المحيط. فاليوم رح ناخذ مساحة سطح المنشور كامل. في عندي مساحة جانبية والمساحة الكلية، رح ناخذ كمان المساحة الجانبية للأسطوانة والمساحة الكلية للأسطوانة. بدنا نركز مضبوط اليوم، لأنه في عندي محيط وعندي مساحة مع بعض. فبداية في عندي قانون في السؤال الاكسرسايز نمبر 1، شو بحكي لي؟ بدنا نوجد المساحة الكلية لسطح كل منشور مما يأتي، وهي أول واحد اللي هو منشور رباعي. ليش؟ لأنه قاعدته رباعية. هاي القاعدة اللي عند أمامنا، شو هي؟ مستطيل، صح؟ أوكي، فالمستطيل له طول وعرض. هسا الآن نتذكر مع بعض كون هالقاعدة مستطيل، فأنا بلزمني عشان أوجد المساحة الكلية بلزمني قانون محيط المستطيل، هو قانون مساحة المستطيل. محيط المستطيل يا سادة شو يساوي؟ مجموع أطوال أضلاعه، أو من قانون 2 في الطول زائد 2 في العرض، صح؟ مساحة المستطيل الطول ضرب العرض. يلا الآن نبلش. إذا بدكم زي الكتاب في خطوات، ولكن أنا بفضل إنه تحط القانون وبعدين تطبقي عليه كامل أحسن. يعني مش بالأول نوجد البريمتر أجنب بعدين نحطه هون في الليترال أريا، لا، أعطوا القانون الليترال أريا اللي هو البريمتر في الهايت، ماشي؟ الـ LA equal PH. طيب، هي هاي بالعربي المساحة الجانبية للمنشور هذا اللي معي. طيب، المحيط في الارتفاع، شو محيط المستطيل؟ 2 في الطول زائد 2 في العرض في الارتفاع اللي معاي هون، خليني احطه على طول، هو 10. اوكي، 2 شو طولي هون؟ 20، صح؟ 2 times 20 plus 2 times what؟ الويدث 14. سكر القوس، لاحظي يا سر شو عملت؟ المحيط ضرب الارتفاع، محيط المستطيل 2 في الطول زائد 2 في العرض. بتحط القوانين، بتنظمي حلك، طلعي صرت استخدم الأقواس مشان ضل حلي مرتب ما أنسى. إما بتحطي هون أقواس أو تايمز 10. طيب، هسا أولويات حسابية، ما بتصير تشتغلي حي الله. 2 times 20 equal what؟ 40 plus 2 times 14 equal 28. أوكي، لسه بنقصي times 10. واضح؟ واضح يا سادس؟ سوري، سابع لغاية الآن. طيب، هسا بدنا نجمع الأولية لسه للأقواس. هاي 68 times 10، شو راح يصير؟ 680، والوحدة ما بنساها، الجيفن في السؤال سنتيمتر، ولأنها مساحة فهي سكوير. إذا لغاية الآن المساحة الجانبية هي عبارة عن المحيط في الارتفاع، محيط قاعدتي مستطيل، فأنا راح أستخدم قانون محيط المستطيل اللي هو 2 في الطول زائد 2 في العرض ضرب الارتفاع لل ايش؟ للمنشور اللي معنا اللي هو 10. عوضت ارقام وطلع معي 680. هاي شو هي؟ الليترال اريا 680 سنتيمتر سكوير. الان شو المطلوب مني؟ هو التوتال سيرفيس اريا. خلينا نحط قانونها ونطبق. اوجدنا المساحه الجانبيه بقانونها، هو محيط القاعدة في الارتفاع، وعندي هون اني انجلش توتال سيرفيس اريا اللي هي لترال اريا بلس 2 في مساحة القاعدة. طيب، اذا شو اسمها هاي؟ خلينا نحطها المساحة الكلية للمنشور، اللي هي عبارة عن المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين، اذا بتتذكروا بالعربي في السادس. طيب، هاي اوجدناها، طلعت معي 680 بلس شو القاعدة اللي معي؟ مستطيل. شو قانون مساحة الآن؟ مساحة المستطيل اللي هي الطول ضرب العرض 20 times 14، هاي تنزل بلس الأولوية للأقواس 2 times 14 20 times 14 0
218 اوكي. اطول يا سابع بننزل هاي مثل ما هي، هاي 0 بتنزل 61 45 اوكي. اذا لغايه الان يا سابع شو عملت؟ المساحه الكليه هي عباره عن المساحه الجانبيه اللي طلعتها في الفرع الاول في زائد مساحة القاعدتين. لاحظي زائد مساحة القاعدتين، كل حد توجدي لي ناتج لحد بعدين نجمعها. الأولوية للأقواس لأنه قاعدة عندي مستطيل ضربنا طول في عرض ثم ضربناه في عدد 2 وطلع معاي 560. الآن بدي أجمع، هاي 0 بتنزل، هاي راح يكون 12 plus 4 plus 1 6 6 24. إذا شو الناتج راح يكون؟ 1240، والوحدة ما بنساها سنتيمتر سكوير يا سابع، أوكي؟ إذا هاي هي المساحة الكلية للمنشور. نوصل لسه في اكسرسايز نمبر 1، بس عندي نمبر 3 اللي هي 110. شو عندي يا سابع؟ بحكي لي أخذنا إذا كان قائمتي مستطيل. لاحظي أنا الآن بدي أوجد المساحة الكلية للمنشور الثلاثي اللي أمامكم، قاعدته مالها؟ ثلاثية. لاحظي الآن كونها القاعدة مثلث راح أستخدم شو يا سابع؟ راح أستخدم قانون مساحة المثلث اللي هي نصف طول القاعدة في الارتفاع وقانون محيط المثلث. طب أنا محيط المثلث ما له قانون، مش مثلا مضلع منتظم مثلا اللي هو عدد الأضلاع في طول الضلع. لاحظي ممكن نجيب يعني لغاية الآن أخذنا مستطيل قانونين له اللي هو قانون المحيط 2 في الطول زائد 2 في العرض وقانون المساحة الطول ضرب العرض. خليني أعطيكي إذا كان مربع، المربع كمان هاي قوانين مهمة راح أعطيكي إياها، أرفق لك إياها PDF إن شاء الله. محيط المربع يساوي 4 في طول الضلع، ومساحة المربع الضلع تربيع كمان عندنا إذا جبت لك مضلع منتظم مثلا سداسي منتظم فعدد اضلاعه من اسمه فهي 6، راح يكون محيطه هو عدد الاضلاع في طول الضلع يا سابع. ركز الان، خلينا نتذكر المثلث عندي محيط المثلث هو يعني الداير تاعه، يعني راح اجمع مجموع اطوال اضلاعه القانون اللي له لانه غير منتظم. فراح احط قانون بدايه عشان اوجد المساحه الكليه لابد من اني اوجد الجانبيه في الاول. فالليترال اريا equal البريمتر في الهايت، البريمتر هو مجموع اطوال اطلعه لانه مثلث، هذا طلع معي 4 اللي هو ارتفاع، وهذا طلع القاعدة اللي عندي 3، وعندي ايضا هذا الضلع الوتر اللي ضل معي فهو المقابل اللي معطيني اياه في السؤال هون. كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين، اذا هون 5 في الهايت. قديش ارتفاع المنشور؟ لاحظي هيو 6. بدك تنتبه في عندي ارتفاع للمثلث وارتفاع للمنشور، فقط المثلث اللي هو يمكن يتوهكم. 3 plus 4 plus 5 equal what 12 times 6 equal what يا سابع؟ راح يعطيني 7 × 2 والوحدة سنتيمتر سكوير لإلها مساحة. طب نيجي ل total surface area equal what literal area plus 2 مساحة القاعدتين. طيب هاي معي في السؤال، شو مساحة القاعدتين؟ هاي بتنزل ما بنساها. لاحظي الآن التطبيق بدك إياه بدقة، هو الكتاب كيف حل لنا إياه؟ إنه موجود مثلا هون موجود المحيط لحال بعدين ضاربه في الهيط، هون موجود المساحة لحالها للقاعدة بعدين ضاربها في 2 ثم معوض هون. فأنا لا بحط القانون الرئيسي المساحة الجانبية والمساحة الكلية ومنه بنطلق. طيب القانون الفرعي اللي عندي هون هاي الاثنين نزلت ثابت لأنه قاعدتين، أنا بوجد المساحة للشكل كامل أخذناها بالتفصيل في الدرس، والقاعدتين عشان مهمة. طب شو القاعدة اللي عندي مثلث؟ شو مساحة المثلث؟ نصف طول القاعدة بالارتفاع. خليني أختصر، راح يعطيني 2 plus times 3 equal 6 plus 2 equal what 12. إذا 72 plus 12 equal what 4 هاي 8. إذا all in all total surface area للمنشور اللي امامكم هو 84 والوحدة سنتيمتر سكوير ما بنساها يا سابع. تمام، نكمل يا سابع. الان راح اخذ المساحة الجانبية للاسطوانة والمساحة الكلية للاسطوانة. لاحظي يا سابع
هسه الاسطوانه مثل علبه الفول اللي عندك، انا بالعاده يعني حكيت لكم مثلا المنشور اذا كان مثلا باكيت لعلبه عطر اي شيء مشتري في باكيت زي كرتونه زي هيك، هاي شكل مبين، الاوجه الجانبيه لازم تكون مستطيله طبعا، القاعده باختلاف القاعده قد تكون مستطيل قد تكون مثلث قد تكون شكل خماسي او سداسي، المهم شكل منتظم. حكيت لكم بالنسبه للمنتظم نكمل فيه، المنتظم يا سابع حكينا عدد الاضلاع في طول الضلع هو المحيط، المساحه اللي له اذا جبت لك زي هيك فانا بعطيك المساحه من عندي لانه ما لها قانون، اوكي؟ طيب هيك تمام؟ بتكون جيفن في السؤال. حكينا الاسطح الجانبيه رح تكون مستطيلات جميعها. لاحظي الاسطوانه هون ما هي شكل منحني زي ما قلت لك، هي طب كيف اوجد لها المساحه الجانبيه؟ كيف بدي اوجد مساحه القاعدتين؟ اذا هاي القوانين اللي امامك الليترال اريا اللي هي 2 باي ار في الهايت. اوكي؟ اذا هاي هايت. ماشي. و المساحة الكلية هي المساحة الجانبية في مساحة القاعدة، طيب باي ار سكوير 2 باي ار سكوير، ماشي القاعدتين يسار لأنه مساحة الدائرة كانت باي في نصف القطر تربيع لأنه قاعدتين في اثنين. طيب الآن ضل علي أطبق أرقام فقط، لاحظي اللي بلون أزرق أمامك هذا القانون بدك تطبقي يعني. الأسطوانة كثير سهلة ولكن إذا صعبت لك إياها بجيب لك قطر كامل، تاخذي نصه ممكن اختلاف الوحدات يكون فيه شوي، ولكن إذا ما أعطيك نصف القطر على طول تطبيق مباشر، يوزنج كالكوليتر بتحلي بتعطيني جواب تقريبي. طيب هاي تساوي 2 بتنزل، باي بتنزل، قديش نصف القطر؟ 1، قديش الارتفاع عندي؟ 3، إذا لما أروح على الكالكوليتر أحط 2 تايمز باي تايمز 1 تايمز 3 راح يعطيني تقريبا 18.85 والوحدة سوري متر سكوير لانها مساحة. تمام. طيب الان بدي توتال سيرفيس اريا المساحة الجانبية اللي طلعت معي زائد 2 باي مساحة القاعدتين. شو القاعدة اللي عندي؟ هاي طبعا اكيد نصف القطر لها 1 متر اكيد، والثانية كمان هي متوازيتين 1 سايد واحدة بأي ربعوها 1 يعني تايمز نفسها يعني تضرب في نفسها مليون مرة راح يعطيكي 1 عادي، فراح يكون هذا الرقم مع 2 باي. خلينا نشتغل على الكالكوليتر 2 تايمز باي، ترجعي تجمعي له هذا الرقم راح يطلع معك تقريبا يا سابع 25.13 بير 100 والوحدة متر سكوير ما بنساها يا سابع. تمام لغاية الآن؟ إذا سهل ما فيه إشي، إذا أعطيتك أسطوانة على طول المساحة الجانبية 2 باي ار اتش وبتشيلي ار بتحطي نصف القطر الجيفن في السؤال، إذا أعطيتك قطر كامل أخذي لي نصه في الهايت، أو المساحة الكلية راح تكون عبارة عن نفس المساحة الجانبية اللي طلعت معك هون، هو في الكتاب راجع مكررها حكي لي 2 باي ار اتش، انا على طول بحط الليترال اريا وبحط شو طلعت معي بالفرع السابق بلس 2 باي ار سكوير بتعوضي نصف القطر. سهلة الاسطوانة، مساحة يعني سطح الجانبية للاسطوانة والمساحة الكلية اللي لها كثير سهلة على طول، كمان لانها قانون فقط بتطبقي فيه وبتستخدمي الكالكوليتر في ايجاد الحل، سواء طلعتي لي هون من جزء من 100 او جزء من 10 قربتيها بعتبر لك اياها الاجابه صحيحه يا سابع. في اتحقق من فهمي من اكسرسايز نمبر 4 بيحكي لي قلب اسطواني الشكل لها ارتفاع 7 سنتيمتر وطول قطرها 5 سنتيمتر، بدي المساحه الكليه، المساحه الجانبيه راح تكون 2 باي ار، شو يا سابع ار؟ معطيني القطر كامل 5 سنتيمتر، طيب شو ار معناتها؟ نص الخمسة 2.5، بعوض هون 2.5 وبدل الارتفاع بحط 7، بيطلع معي الرقم 109.95 سنتيمتر سكوير، المساحة الكلية هذا الرقم اللي هو 109 تقريبا زائد 2 باي ار سكوير نفس الشيء، قيمة ار عندي هون 2.5 لأنه أنا باخذ نص الخمسة اللي هي 2.5 بربعها وبوجد ناتج، راح يكون all in all المساحة
الكلية إلها 149.21. أوكي هيك بكون انتهت درسي، بتمنى يكون كل إشي واضح. طبعا التطبيقات الحياتية في مساحة سطح المنشور والأسطوانة كعلبة الفول، أي إشي موجود معك مثل الكرتون اللي فيه تدرب هاي المسائل، هي سهلة جدا فقط على هذول القانونين في اللون الأزرق، والتطبيق مباشر فيها والحل using calculator. أوكي هيك بكون إن شاء الله أنهيت الدرس، ويعطيكم ألف عافية سابقا.